مرحبا. جرائم نظام بشار الأسد ما بتنتهي، وبيغلط أي حدا بيفكر أنه هاي الجرائم بس مختصة بالمعارضين، يعني مو بس المعارضين أو الناس اللي تهجرت أو اللي لجأت، هن فقط ضحايا نظام بشار الأسد. حتى الناس اللي بلحظة ما سميوا بالمؤيدين كمان هن بيقع عليهم شيء من الجرائم اللي عم يرتكبها، بمعنى أنه النظام ما بيوفر حدا في سبيل مصلحته، لا بيوفر معارضين ولا بيوفر مؤيدين، وكلياتكم هلأ عم تشوفوا كيف بلحظة ما عم يصفي الأشخاص اللي خدموا كتير واللي تفانوا في خدمته، يعني مصيرهم مثل مصير سنمار. وبتعرفوا قصة سنمار اللي هو كان بناء من البنائين في تاريخ العرب، ودعا أحد الملوك من أجل أنه يبني له قصر، فبنى له قصر ممتاز، قصر جميل، لكن لما انتهى من بناء القصر أمر الملك رجاله بأنه يزتوا سنمار من أعلى أبراج القصر مشان يموت ومشان ما يرجع يبني قصر تاني لأي حدا. لهيك قالت العرب لقي جزاء سنمار، يعني هلأ حاليا المؤيدين عم يلقوا جزاء سنمار بشكل أو بآخر. تعالوا نشوف آخر أفعال نظام بشار الأسد. من كم يوم طلع مرسوم رقمه 19 لعام 2024، هذا المرسوم خاص بحماية حقوق أصحاب ذوي الإعاقة في سوريا. هذا الإصدار هو استجابة لاتفاقية وقعت عليها سوريا بعام 2007 وصادقت عليها ب 2009. يعني شوفوا قديش نحن متأخرين بإصدار المرسوم الخاص بتنفيذ الاتفاقية الدولية. رح نحكي شوية تاريخ مشان تعرفوا على شو عم نحكي. هذا المرسوم بيهدف للحفاظ على حقوق أصحاب ذوي الإعاقة، وذوي الإعاقة مثل ما بتعرفوا هن نوعين، ناس بتخلق عندها إعاقة وناس أثناء حياتها تصاب بإصابات بتحولها لشخصية معاقة، بمعنى أنه بيصير في عندها مشكلة ما بتقدر تعمل، يعني تعيش حياتها كما يقتضي الحال مع الأشخاص الطبيعيين. بعام 2007 كان بشار الجعفري هو مندوب سوريا بالأمم المتحدة. لما إجا عم يحكي عن هاي الاتفاقية وأهميتها، أول شغلة استخدمها مشان يعني يزيد من يعني تعزيز مكانة نظامه بعد المديح والإطراء على أفعال النظام، قال أنه لازم إسرائيل ما توقع هاي الاتفاقية ولازم تمنع من توقيع هاي الاتفاقية، لأنه هي أصلا بالألغام وبالحروب تبعها تسببت بحدوث إعاقات لكتير من السوريين وكتير من الفلسطينيين. شوفوا التوظيف السياسي لهي المسألة. بعدها ب 15 سنة إجا واحد بديل عن جعفري اسمه صباغ، بسام صباغ أو هيك شيء. لما عم يحكي عن هاي الاتفاقية كمان شو قال؟ قال إنه أصحاب الإعاقة في سوريا بتحمل مسؤوليتهم الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي وأفعال المنظمات الإرهابية، الجماعات الإرهابية. يعني وظف كمان مسألة الإعاقة ضمن مسار سياسي أكيد منحاز لصالح النظام. طيب تعالوا نشوف المرسوم اللي طلع. المرسوم اللي طلع وبالبند الأول تبعه، بند التعريفات، لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لوجود إعاقات ناتجة عن الأعمال الحربية، يعني فقط الإعاقة اللي بيعرفوها الناس اللي هي إجت بالولادة الطبيعية. يعني ممكن هذا الحكي نقبله مثلا بدولة ما أنا عايشة حالة الحرب أو ما أنا عايشة حالة الطوارئ، لكن بسوريا لما بيكون في مرسوم من هذا النوع هدفه الحفاظ على حقوق أصحاب الإعاقة بظل حالة صار لها 14 سنة هي حالة عمليات حربية واشتباكات وكذا وكذا، بصير من اللازم أنه يتم لحظ قصة
أصحاب الإعاقة اللي صاروا معاقين نتيجة الأعمال الحربية. ليش النظام ما أشار لهذا الموضوع؟ رح أشرح لكم ليش هيك عمل. هذا الشيء اللي عمله النظام هو تخلي كامل عن جزء كبير من السوريين اللي أصيبوا بالإعاقات بسبب أعمال جيشه وأعمال الميليشيات اللي حاربت معه وبسبب أعمال الطيران الروسي. لما بيتخلى عنهم ما بيحطهم بالمرسوم، ما بيشير لهم بالمرسوم، ويطلب من كل الوزارات أنه تأدي دورها تجاه الفئة اللي محددها هو، معناتها هو عم يسقط هاي الكتلة الكبيرة. قديش عددهم هدول؟ بحسب الأمم المتحدة ومن سنتين قالوا نسبتهم في المجتمع السوري تقارب 28%، يعني بكل 100 شخص عنا في 28 شخص عندهم حالات إعاقة من نوع أو من آخر قابلة للتوصيف. طيب هذا الشيء اللي عملوه من خلال المرسوم. خلينا كمان نرجع شوي لورا. هل المسألة هي فقط موجهة للمعارضين ضد المعارضين؟ بالتأكيد لا، لأنه أصلا في تمييز سابق عمله النظام لما طلع البطاقة أو المرسوم الخاص ببطاقة جريح وطن وقال أنه نسبة الإعاقة لازم تكون 40% وما فوق. هذا تمييز، يعني اللي عنده نسبة إعاقة أقل لا يتمتع بحقوق اللي عنده نسبة إعاقة 40 وما فوق. وإذا بتشوفوا الأفعال اللي عملتها سورية للتنمية جماعة أسماء الأسد تجاه هدول اللي شملهم المرسوم، رح تشوفوا قديش ميز وقديش كب حقوق الآخرين. يعني حتى بأفعاله اللي على أساس هي تهدف إلى يعني إعطاؤهم الحق لهدول، هو عم يرتكب جريمة تمييز. وإذا بتروحوا بتشوفوا الفيديوهات اللي تسربت من جماعات المؤيدة للنظام حول الممارسات السيئة اللي لحقت بالمعاقين أو أصحاب الإعاقات اللي اشتركوا بحرب النظام ضد شعبه، هتشوفوا انه هذا النظام لا يتعاطى مع هدول الا من زاوية كون ادوات يسهل رمية ويسهل يعني تجاوز حقوقه. خلينا نرجع للاساس اللي طلعنا منه او اللي انطلقنا منه. النظام لما بده يوقع هاي الاتفاقية يعني محص ودور وبحث ودقق بكل التفاصيل. بتعرفوا ليش؟ لأنه جماعته بالأمم المتحدة أول شغلة بيحكوها أنه هاي الاتفاقيات يجب أن تراعي الخصوصية السورية، خصوصية العادات والتقاليد وما بعرف شو. بيوصلوا لمرحلة أنه يوصلوك لأنه هاي الاتفاقية إذا ما بتحترم السيادة السورية ما رح نوقع عليها. تعالوا لورجيكم السيادة السورية على أصولها عند هذا النظام. كل الجماعات، كل الأشخاص اللي أصيبوا بالعمليات الحربية وعاشوا في مناطق خارج سيطرة النظام أو في الدول المجاورة عم يتلقوا علاجاتهم، طبعا علاجات يعني ما أنا كتير مهمة لأنه تعرفوا الكم كبير، عم يتلقوا هاي العلاجات على حساب المنظمات الدولية وعلى حساب الدول الثانية. يعني بالأردن الدولة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية عندها جزء من الأشياء اللي عم تبذلها هي باتجاه هدول المعاقين، وتركيا نفس الشيء، وبلبنان كمان نفس الشيء المنظمات. بمعنى أنه جزء من المساعدات الدولية اللي عم تجي هي عم تروح باتجاه هدول. هذا بيورجيكم أنه النظام يتخلى عن السيادة ويتخلى عن خصوصيته ويتخلى عن شخصيته وعن كرامته لما بيكون الموضوع بخص هاي الفئة، وبيترك القصة للدول الثانية هي اللي تساعد وهي اللي تتصرف من أجل على الأقل أنه هدول الناس يكملوا حياتهم بشكل مقبول بدون إهانة وبدون تمييز. هذا النظام نظام إجرامي، مو بس إجرامي وسافل كمان. هذا النظام لازم يقع بشر أعماله لأنه هو وقع كمان على اتفاقية خاصة بمنع التمييز تجاه أصحاب الإعاقة، وكل شيء عم يعمله بهذا الاتجاه بيورجينا أنه هو سيد من عمل تمييز بين الناس، قسم المجتمع السوري مؤيد وغير مؤيد. المؤيد لازم يعيش بالنعم
والأعطيات اللي بيمنحوا إياها القائد بشار الأسد، وغير المؤيد محروم حتى من أبسط أدوات الحياة. إذا حبيتوا هذا الكلام يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا الفيديو للناس المهتمة بهذا الكلام، وشكراً.